السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى من الله عز وجل الفيديو ديال اليوم يلقاكم انتم بصحة جيدة يا رب. كما كتشاهدوا اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الحليوة كتجي رائعة جدا، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. كما كتشاهدوا كتجي هشيشة ورطبة، مكونات ليهما بساط وبسهولة، نص ساعة وجديها يا لالا وشربيها مع كويس ديال اتاي وبالصحة والراحة. وهنايا ما ننساش ان نطلبكم تدعموا القناه ديالي وانكم تدخلوا وتشتركوا وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات اللي كنقدم ان شاء الله. كما كتشوفوا على بركه الله غادي نبدا في الوصفه ديالي. هنا عندي جوج علب ديال البسكويت ديال من هذا النوع، كيتباع بدرهم فقط. غادي ناخذهم غادي نطحنهم مزيان حتى يوليو بحال الطحين. لما توفرتش لهاد الاله راه ممكن طحنها في ديال العطريه لان الكميه ماشي كثيره، كيف ما ممكن يعني تدقوهم مزيان وتغربلوها صافي. من بعد راه غادي نخدمهم مع الزبده مزيان والزيت، راه غادي راه يعني كي بحال كيدوب صافي. هنا راه نيلتو مزيان طحنتو تولي بهذا الشكل، وراه هاد البسكوي كيعطي واحد الرائعه لهاد الحلوه، واحد النكهه زوينه بزاف صافي. هنايا غادي ناخذ هاد البول غندير فيها، درت فيها داك البسكويت وغندير 3 المعالق عامرين ديال الزبده، وحتى المقادير يعني راها بسيطه متوفره في جميع البيوت، ما فيهمش مقادير بزاف ولا قياسات ولا هذا. درت 3 معلقه ديال الزبده، غندير 3 ديال الزيت، وغنزيد 3 ديال السكر، وهنا اللي بغى يضاف بغى الكميه اللي تخرج ليك كثيره غادي يضاعف المقادير. ممكن ما تضاعفوش البسكوي لما بغيتوش، ممكن تزيدوا ديروا ربعات الكيسان ديال الطحين وتشوفوا العجينه ديالكم كيف طلعت. الا كانت باقا مرخوفه كتزيدوا شويه نص كاس ديال الطحين، واللي بغى يضاعف الكميه ديال البسكوي ماشي مشكل يضاعفها صافي. هنايا راه كتولي بحال الكريمه صافي. خدمت غير واحد جوج دقائق صافي. غنجي دابا غندير الكاس الاول ديال الطحين. الخليط راه غياخد منا جوج كيسان، وغادي ندير واحد نص معلقه ديال خميره الحلوه، معلقه صغيره ما عمرهاش كاع، المهم غير شويه وصافي. وغنجي نزيد واحد نص ديال كاس اخر ديال الطحين، لان راه ممكن ياخذ منكم قله ولا اكثر على حسب الدقيق. المهم انا درت جوج كيسان نيشان عامرين، وغادي تشوفوا يعني العجينه ديالي الليونه ديالها كيف دايره، وانتم شوفوا الطحين على حسب الدقيق اللي عندكم صافي. هنا غادي نزيد داك النص، هانتوما كما كتشوفوا كيف كتجي، غنزيد داك النص ديال الطحين وغادي نجمعها بيدي. حاولوا دلكوها واحد دقيقه باش ديك الزبده كتطلق وكتجمع لكم العجينه بهذا الشكل. وهذا هو الشكل ديالها، راني جمعتها كما كتشوفوا راه كتفرتت، ماشي عجينه اللي هي متماسكه ورطبه، وهذا هو السر ديالها باش كتجي هشيشه. غادي نستعمل نص كاس ديال اللوز اللي هو ممكن يتعوض بكاوكاو، حتى بكاوكاو كتجي زوينه بزاف صافي. كنهرمشوه يعني ممكن تدقوه غير بالمهراز ممكن، المهم هو انه يتهرمش ماشي بالضروره كيجي مقاد.
يعني هاد الحلوة راه كتجيب واحد المذاق ديال الحلوة ديال زمان، وفي نفس الوقت سهلة وفيها واحد البنة خطيرة. صافي هنا غادي ناخد ورق الطبخ وغادي نحط فيه هذيك العجينة، ممكن تستعملوا البلاستيك. صافي غادي نجي نسرحها بالمدلك بهذا الشكل، هانتوما ما تحاولوش تضغطوا لانها كتهرس كما شفتوها، يعني ما تضغطوش بالجهد، غير سيروا ديو المدلك وجيبوه مع واحد الضغط اللي هو خفيف باش ما تقسمش ليكم. صافي غادي نبسطها دابا شي شويه وغادي نجي نقاد ليها الشكل، هانتوما بهذه الطريقه باش كتجينا في التالي مربع، وكنخدموها دقه واحده ما كتضيعش لينا العجينه، وما كنعاودوش الخدمه، نبقاو نجمعوا العجينه ونعاودوها. وبما اننا غادي نزينوها نيشان، يعني خصنا نجيبوا العبار هو هذاك. صافي هنا غادي نسرحها واحد السمك، ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه بزاف. هانتوما كنحاول نقاد ليها الجنيبات، انا درت معاكم المراحل كامله. صافي الحليوه راه كتجي بهاد الشكل. غادي نجي دابا نقلبها لسبب واحد باش ما تبقاش لاصقه، في حيت ملي كندلكوها كتلصق كما شفتوها، كتلصق في هذاك الورق. صافي كنقلبها وما كنعاودش نضغط عليها باش كتجينا سهله في التحياد. وصافي غادي نجي دابا ندهن بالكونفيتور، يعني ديال الحلوه داك اللي تيكون جاري ميكونوش فيه الطريفات، وراه كيعطيها واحد التعليكة رائعة من الفوق. بعد ما كيطيب وكيتحمر المهم ضروري خصكم تجربوها. وصافي هادشي اللي بغيت نوصل لكم ان شاء الله في هاد العيد، الله يدخلوا علينا وعليكم الصحة والسلامة، ويتقبل منا الصيام ديالنا والقيام يا ربي امين، ويرفع علينا الوباء. هانتوما الطريقه راه شارحه نفسها، راني كندهن دابا دهنتها مزيان من كاع الجوانب. صافي غادي نجي نرش داك اللوز، صافي كنحاول نرشو على هذا كامل. الجوانب كاملة صافي بهذا الشكل. وغادي نجي دابا هانتوما كيف كتجي عن قرب، صافي غنستمر في التقطاع بهذا الشكل. هانتوما في التقطيعه الثانيه راه كنحاولوا يعني ما نقيسوش دوك الجناب باش ما تضيعش لينا العجينه وما تخسرش لينا حتى التشنيفه ديال. صافي هنايا انا غادي نوريكم كيفاش غادي نهزهم، راه كيتهزوا بسهوله، وغادي نستفهم فلاطه اللي ورقت لها فراش ورق الطبخ بهذا الشكل. اللي ما توفرش ليها ورق الطبخ راه ممكن ديرها في اللاطه نيشان، انا عندي الفرن ما تيقادش لي الطياب، فرن ديال الغاز عادي. الحلوه ضروري كنفرش ليها هذا باش ما تحرقليش، كتجي مقرمشه ما نجهدوش العافيه، وملي نخرجوها نخليوها حتى تبرد راه كتكون باقا رطبه، ما طيبوهاش فوق القياس. وهذا هو الشكل ديالها كما كتشوفوها، راه كتجي زوينه بزاف، نتمنى انها تعجبكم وتجربوها ان شاء الله. راه فيها واحد القرمشه يا سلام، واحد التعليكه هانتوما شفتوها
كتجي معلكة من الفوق ومقرمشة من الداخل. نتمنى انها تعجبكم ان شاء الله وتجربوها وعواشركم مبروكة. في امان الله وحفظه.